كما حذر حاكم ولاية دارفور ميني أركوميناوي من أن قوات الدعم السريع حاشدت مسلحيها شرقي مدينة الفاشر تمهيدا لاقتحامها. وأوضح ميناوي أن هذه القوات تنتشر الآن في مناطق شرقي الفاشر مع مجموعة من المرتزقة الأجانب، داعيا القوات السودانية والمواطنين إلى الدفاع عن الفاشر. كما حذر ميناوي من إمكانية وقوع مجازر على غرار مدينة الجنينة وقرية ود نورة في ولاية الجزيرة.